انت بقى معلمة هتبقى راكب الموتوسيكل بتاعك ومستني مني اشارة. اول ما اكلمك تتحرك بسرعة وتاخد الكيس بتاع الفلوس. بس بقولك يا ميشو، كل ده يتم في ظرف 35 ثانية، لان كل عربية هتاخد دقيقة بالظبط عقبال ما تلف اليوتيرن وترجع. ما تقلقش يا كبير، وفي اقل من 35 دقيقة كمان. ايه يا ميشو؟ هو زرع على طول 35 دقيقة؟ ايه؟ بقول لك 35 ثانية. ثانية، فهمت يا عم ميشو؟ يلا رجال نجهز، قدامنا ساعة ونتحرك كلنا. اتفضلوا. ساعة واحدة؟ كويس، اه الواحد يلحق يريح له ساعتين قبل العملية. يا عالم، هيبقى في راحة تانية ولا لأ؟ بصراحة بقى أنا مبهورة بيك قوي قوي يا مستر فاتين، وخصوصا باللي عملته النهاردة في الإذاعة. انت قلت لي اسمك ايه؟ مروان، درست الموسيقى. انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش، اصل ما نمتش كويس. بس انا عايز اعرف بقى، انت ازاي بتقدر تفصل؟ مره بتبقى مرهف في المشاعر والاحاسيس والناس كلها بتحبك، ومره بتبقى شرس كده والناس كلها بتخاف منك. اصل الصراحه يا استاذه مروه اصل الصراحه يا استاذه مروه دي حكايه يعني كبيره وصعبه وعايز لها قعده، بس مش هنا. امال فين؟ ما تقولها فين يا سي فاطين. ايه الصوت العالي ده؟ بعد اذنك يا مستر فاطين. انت كنت عايز تقولها ايه؟ وعايزه تعرفي ليه؟ انا خطيبتك يا فاطين. حتى لو خطيبتي، في تصرفات المفروض انت ما تعرفهاش. وبعدين في واحده بتعلي صوتها كده على خطيبها؟ عيب كده؟ ماشي، يبقى شوف مين هيعبرك بعد كده. مع الف سلامه. ايه يا فاطين، انت هتسيبني امشي؟ مش هتصالحني؟ وبعدين انا هنت عليك كده؟ وقول لي فين الدبله بتاعتك انت مش لابسها ليه؟ لما تبطل التصرفات بتاعتك دي ابقى البسها. استاذ فاطين، كنت كان مطين. انت لسه هتهته انت كمان؟ حد ناظر كان عاوزك يعني. ايه؟ حد ناظر كان عاوز حضرتك. قول له يا ابني انا ما بروحش لحد. اصل في ضيف عاوز حضرتك. خلاص هروح له. اتغير جو الاستاذ فاطين يا استاذه لميا. بس الاحسن. سهل الوصف مش كده؟ ما تاخرتيش. اه سهل قوي. على فكره حضره الناظر بيشكر فيك قوي يا ميشو، قصدي يا مستر فاطين. الاستاذ فاطين مثال للاستاذ النبيل. ما تسيبنا لوحدنا يا عزيز. نعم. على فكرة الأنسة سارة خالها وزير التعليم، بس هي مش قايلة. سيبنا لوحدنا وأنا هظبطك. بجد؟ يا سلام، نورت يا سارة هاني، والله المدرسة نورت. هي على فكرة ما بتحبش الراجل كتير. طيب بعد إذنكم يا فندم. اتنين برتقان عزيز. ها؟ حاضر. ما تنساش بسرعة. قولي لي بقى، إيه رأيك في المدرسة؟ حلوة قوي. ما قلتليش كنت بتقول ايه للناظر؟ مش مهم، المهم ان انت اتبسطتي. يا الوقت بيعدي هوا، وانت شكلك اتاخرت. اشوفك بالليل. اتاخرت ايه؟ هو انا مش هخش معاك الفصل ولا ايه؟ فصل. انت مش هتشرح لهم؟ مش هينفع اشرح النهارده، دودي اللي هيشرح لهم. عايز اشوف مجهود الفتره اللي فاتت جاب نتيجه معاهم ولا لا. والفشله اللي متذنبين دلوقتي على السبوره لو ما جوش، والمره اللي جايه واكلين الكتب هيبقى لي معاهم تصرف تاني. اتفضل يا دودي. حاضر يا مستر فاطين. الملك مينا موحد القطرين، وهو فرعون من الأسرة المصرية الأولى، ولقب بعدة ألقاب مثل ثعبان الشمال وصاحب التاجين. قيام يا أولاد. أهلا وسهلا يا أستاذة ناس. صباح الخير يا أولاد. أمال فين مستر فاطين؟
موجود. اتفضلوا يا اولاد جلوس. وكمان قاعد يا استاذ فاطين وسط الولاد؟ لا لا لا، حضرتك دايما بتفاجئني بالاساليب الحديثه بتاعتك دي. انا قلتها لك، انت من الرواد يا استاذ فاطين والله. كلمنا بقى عن الطريقه الجديده بتاعتك دي. دي احدث طريقه في التدريس، المدرس يقعد وسط التلاميذ والتلاميذ هي اللي تشرح، وده يربي عندنا الاحساس بتاع التدريس الكويس. وبدل ما يبقى عندنا مدرس يبقى عندنا 10 20 100، وكما قال الشاعر، ولا واحد ولا 100 ولا 1300. مش ممكن، هايل والله يا استاذ فاطين، ايه الجمال ده؟ لا حضرتك بجد خير معلم، هتخلي ماده الدراسات تتكلم يا استاذ فاطين. مش تعرفنا على الاستاذه؟ الاستاذه ساره جايه مخصوص من امريكا، من منظمة التدريس العالمية، علشان تشوف بنفسها على الطبيعة احنا وصلنا لفين. اهلا وسهلا يا فندم، نورتينا. ما بتتكلمش كتير اصلها، انت عارفة الخواجات بتصدع. لا والله ممتاز يا استاذ فاطين. اتفضلي يا فندم، اتفضلي اقعدي وسط التلاميذ. يا ريت تكمل يا دودي. تشربوا شاي؟ كفارة معلم. الحمد لله على السلامة يا استاذ المعلمين. انا اخرج من النيابة بكفالة 50,000 جنيه. وسرقة عربية. ما قلت لك يا معلم حد من رجالتك يشيلها. ملحوقة. هاتولي الورقة جنزيرة. حاضر معلم. حالا. ماشي يا ميشو. عموما لسه الماتش شغال. واللعب طول ما هو داير في فايز ومهزوم. ومش شيكو اللي يتهزم. ولسه لينا لقاء في جوهانسبرج. وسلمني على كوفي الكوتشة. في ايه يا ميشو؟ اركبت ركبتك. ارك ايه؟ حسدت ولا ايه بس؟ ولا زفت فاطين كرف عليه؟ ركبتي نو بروبلم يا كبير، نو بروبلم يا سيدة كبير. طب يلا بينا. ماشي اسبقني انت يا سيدة كبير وانا هحصلك يا كبير انت والعصابة كلهم. طب بينا يا رجالة. ماشي. نو بروبلم يعني ايه يا معلم؟ يعني اتمزق. ركبتي ركبتي. ميشو. ايه على فين؟ الجماعة كلهم خارجين، أنا سمعتهم. عملية جديدة؟ أيوة عم أنس. عمي؟ أنت أول مرة تقول لي يا عمي. ويا ريت ما تكونش آخر مرة يا عمي. أنا دلوقتي رايح معاهم وجاي لك يا عم علشان حضرتك يعني تدعي لي. ويا عالم يا عالم هنشوف بعض تاني ولا لأ؟ مالك يا ميشو؟ أنت أول مرة تطلب مني طلب زي ده. على العموم أنا هدعي لك. بس هدعي لك ان ربنا يهديك وتتوب وتبطل اجرام. لا والنبي يا عمي، المره دي عايز حضرتك تدعي لي ان ربنا يوفقني في الاجرام. لا اله الا الله بقى. محمد رسول الله. الوداع هتوحشني قوي. هتوحشني قوي يا عالم، هنشوف بعض ولا لا يا عمي؟ عم انس، عم انس خلي بالك من نفسك يا عمي. هتوحشني يا عمي. العملية هتتم وقت أذان العصر، كل واحد يلتزم باللي قلناه كويس. الطرق هتبقى مفتوحة، ما فيهاش أي كمان، عشان ما يحسوش بأي خطر ويلغوا العملية. مش عايز أي تقصير، أقل غلطة ممكن تبوظ العملية. عايزين نسلم القضية دي للنيابة خالصة. في أسئلة؟ لا يا فندم. طب اتفضلوا عشان هنتحرك حالا. تمام يا فندم.
ربنا يستر يا رب يا رب. نجيب العوائل سليمه يا رب. وحشوني والله. يا ميشو يا عم ستيشن يلا بقى بينا. انا حضرت لك اهو الموتوسيكل والخوذه وكل حاجه عشان العمليه. موتوسيكل ايه وخوذة ايه؟ هو انا اللي هسوق الموتوسيكل ده؟ الله امال بينا ميشو. ما صاحبه يجي يسوق انا مال انا؟ الله العظيم انت يا ميشو بتحب الهزار قبل كل عمليه كده. انا بهزر والله بهزر يا عم ستيشن. حراميين انتوا. يا عم ستيشن انا حاسس بدوخه كده وخيف قوي. ايه ليه ليه؟ كف الله شر. مالك يا ميشو؟ الف سلامه. انا بقول يا عم ستيشن ان احنا يعني ايه نقعد يومين ثلاثه كده اهو لغايه لما الدوخه دي تخف وبعدين بعد كده نبقى نعمل العمليه. ازاي بس يا ميشو ده ينفع؟ ما المصيبه انه مش هينفع. لكن بابا طين عيشتي. بقول لحضرتك يا عم ستيشن بص حضرتك تركب انت وانا هركب وراك وامري لله. الله يعني انا اللي هسوق؟ ده انا متشكر قوي يا ميشو على الثقه اللي انت مديها لي دي. حاضر يا ميشو. بقول لك ايه؟ اركب ورايا يا ميشو ما تقلقش. انا في ثقه جامده يا ميشو. استنى يا عم ستيشن على مهلك. ربي لا اساله كرة القضاء ولكني اساله. اركب يا حبيبي. معلم يا فندم وسيرفس حالا هنتحرك. اتحرك. الو يا كبير. ايوه بوجوني. انا في مكاني والدنيا زي الفل وكله تمام. اديني الاوكي اول ما العصفور يقرب. ماشي يا كبير. سلام. الو ستيشن. ستيشن الله يخرب بيتك. نيجي تروح فين يا زفت؟ الله بقى ميزو انضف واحد بتاع كبده باكل عنده من زمان. بيسموه ملك الكبده بتاع الصحراء. كل يا عم ستيشن كل. بص يا عم ستيشن انا عايزك النهارده ما تحرمش نفسك من اي حاجه علشان يا عالم يعلم ايه اللي هيحصل كمان شويه. كل خير كل خير يا ميشو. ودي اول مره تعمل عمليه. ده انت ياما عملت عمليات صعبه كتير قوي. وبعدين بقى انا حاسس ان المره دي هيبقى في جو جديد في العمليه. هو من ناحيه ان هيبقى في جو جديد فهيبقى في جو جديد عمرك ما شفته عم ستيشن. عم ستيشن سايق عليك النبي تسامحني. ها وما تزعلش مني يعني لو حصل اي حاجه لانه اكيد هيحصل. وعايزك كمان تقول لبابا سيد وبونبوني وميشو ان هم يسامحوني يعني. ميشو قصدي فطين فطين عم ستيشن كلكم يعني تسامحوني والنبي. ها حاضر الحمد لله الحمد لله كده قدر. انا بقى هطلع اخد اول ميكروباص من هنا. وانت بقى بحصلني بسرعه. ها يا بطل يا بطل اسمع من بقك ربنا عم ستيشن. ايوه يا فندم كله تمام يا فندم. ستيشن الو ستيشن نيلت ورحت فين يا زفت؟ انا غلطان بشغل معايا اغبيه. ايوه يا كبير. الو اخيرا رديت يا زفت. معلش بس كنت عامل المحمول سايلنت. طب اقف مكانك وركز واول ما الفيل يعدي يديني خبر بسرعه. فيل؟ فيل ايه يا معلم؟ العربيه اللي فيها المخدرات يا غبي. كده فهمت يا معلم. العربيه عدت. قول يا فندم مش هينفذ. ايوه يا كبير عربيه المخدرات عدت. قصدي فين؟ قوة تستعد هنتحرك حالا. الحمد لله كده تمام قوي. وانا اللي كنت خايف من السواقه.
طلعت سهلة خالص. فعلا يا فاطين اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. ايه ده؟ هي عربية الكبدة شبكت في الموتوسيكل ولا ايه؟ الو ايوه كبير يا سيد المعلمين يا كبير. انا مش قدامك 35 ثانية يلا اتحرك. 35 ثانية؟ ده وانا 35 سنة علشان اتحرك من هنا. والنبي يا جماعة زقة والنبي. معلم سيد لاش ازاي وانت بتقول لي اني مش اتصاب رصاصه من البوليس؟ برضه ما تقلقش انا بعت الستيشن يراقب ويطقص وهيطمني. بس انا اللي طالع من نفوخي مين اللي بلغ البوليس بميعاد العمليه؟ بقول لك ايه يا بونبوني انا مش ناقصك ولا ناقص غبائك انت كمان فاهم يعني ايه نقطي بسكاتك. انا هطلبه بالتليفون يمكن يرد عليا ويطمني. يا رب حد يوقف الموتوسيكل. حد يوقف الموتوسيكل. حد يشيل الكشك. حد يشيل الكشك. حد يشيل الكشك. حد يشيلني من على الارض. حد يشيلني من على الارض. اه يا ضهري. الحمد لله الحمد لله على اللي حصل. الحمد لله انا خرجت منها سليم ازاي. اه يا ضهري. لا انا هقول لهم على كل حاجه واللي يحصل يحصل. ممكن على الموتوسيكل اللي اتدشدش ده انا هبقى قسط لهم تمن. ده ايه الغرب ده يا رب؟ اه يا ضهري. ميشو ابني حبيبي قول لي الرصاصه صابتك فين؟ وعرفت تهرب ازاي؟ اه على مهلك. دي ما كانتش رصاصه يا بابا. ده إيه؟ كان كشك. كشك يا كبير يا سيد. كشك؟ كشك ايه؟ ده اكيد فريد بيه بيطمن على العمليه. اقول له ايه؟ اقول له ان انا ما روحتش من قصره. الو فريد بيه. اسف ما كنتش تعرف ان العمليه اتشبت من البوليس. لا ميشو كويس وموجود اهو. لا ومعاك اهو. الو السلام عليكم. ايوه انا ميشو الحمد لله كويس. لا انا حضرتك مش زعلان يعني بس يبقى حضرتك يعني ركز يا فريد يعني في العمليه اللي جايه. بيه 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 لما يبقى يركز يبقى يبيه. شكرا شكرا. ازاي العمليه تتشم ها؟ ومين اللي شمها؟ وايه اللي خلاها تتشم اصلا؟ ما هي لو متغطيه ما كانش حد شمها. خلاص خلاص مش زعلان خلاص. يلا سلام عليكم. سلام. ثلاث دقايق ده رغي قوي. هو اللي هيدفع احنا منا. بقول لك ايه يعني معنى كلامك ان انت ما دخلتش الصحراوي من اساسه؟ يا ابن اللعيبه وعرفت ازاي ان البوليس شم العمليه؟ لما حضرتك بقى اتصلت بيا يا بابا وقلت لي قدامك 35 ثانيه يا ميشو قعدت انا كده بقى مع نفسي افكر دقيقتين ثلاثه 10 دقايق كده مع نفسي. قلت بس انا حاسس ان في خطر كبير انا شامه من بعيد وانا على الموتوسيكل وانا سايقه. وانا اصلا يا بابا سيد يا كبير حاسس ان في خطر من زمان من زمان ان في خطر شاممني وانا كنت على الموتوسيكل. فلما لقيت بقى نفسي شميت الخطر ده من بعيد قلت بس يلا فميشو بس هي في خطر وجريت. طول عمرك حريف ولعيب يا ميشو. امال ايه اللي عمل فيك كده؟ الله ومين اللي كان لابس لبسك وقاعد على الموتوسيكل وضرب عليه رصاص؟
انت ليه يا برنس خليت الواد جنزير يلبس نفس اللبس اللي بيلبسه ميشو ويركب الموتوسيكل وهو بيعمل العمليه؟ اوف اوف انت. اول هدف يا اوف ان رجاله فريد بيه اللي بيراقبوا العمليه يثبتوا ان ميشو كان موجود اثناء اجراء العمليه. الله جينيوس يا معلم جينيوس. طب وتاني هدف؟ وتاني هدف يا اوفا ان جنزير هيجيب الفلوس هنا، ها؟ وفريد بيه هيسال ميشو على الفلوس. اه يا سيد المعلمين، وطبعا ميشو معهوش الفلوس. ساعتها بقى فريد بيه هيتاكد ان سيد الحاوي وميشو الحاوي طمعانين في الفلوس وعاوزين ياخدوها لوحدهم. وقتها بقى مش هيلاقي غيري، الراجل الوحيد اللي واقف جنبه. فهمت يا وفا؟ فهمت يا معلم. بس انت واثق يا برنس ان الواد جنزير ده هيخلص قبل ميشو؟ ميشو ده تافه ولا يسوى. والواد جنزير بميت واحد زي ميشو. الحق يا معلم شيكو الحق، الواد جنزير وقع، العمليه كان متبلغ عنها البوليس. جنزيرة وقع والولا ميشو اللي عرفت انه ما ظهرش وقت العمليه خالص. ما انا كده ان العمليه كانت متدسم بالبوليس. كل تخطيطك يا شيكو طلع على فشوش. ايه ده معلم منوه؟ جيب لك الواد فطين مع حتتين خيار يروق اعصابك. لا يبقى عمه انس. لا روق يا برنس. مدام اللعب بقى عمك شوف كده يبقى ما ينفعناش غير الضرب تحت الحزام. ميرسي بجد، انا انبسطت فعلا النهارده. اي خدمه، يا ريت ما تتكررش. ايه؟ اشوفك بالليل؟ مش عارفه، هكلمك. باي باي. يا بوي في حاجة هنا؟ لا مفيش يا فطين بيه، مفيش. اه مع السلامة يا مستر فطين. مع السلامة يا انسة مروة. اشوفك النهاردة بالليل علشان نكمل كلامنا. انت في حاجة مهمة عايز تقولها لي؟ في كوفي شوب في الزمالك في ابو الفدا هايل. هتيجي؟ ماشي. باي باي. في حاجة هلا؟ مفيش يا بيه، هو الواحد يقدر يقول لك على حاجة دلوقتي؟ يا فطين بيه يا جامد. فطين فطين تعالى. قولي هتخرجني فين النهاردة؟ مشغول مش فاضي. ليه كده بس يا فطين؟ هو انت لسه زعلان مني ولا ايه؟ أنا ما حدش يقدر يضايقني. طب بقول لك ايه؟ ايه رأيك نروح نتمشى وتروحني زي كل يوم؟ قدامي. ميرسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان مغير الأحوال. امبارح كان الأستاذ فطين مستحي وأخلاقه عالية زين من يوم وليلة بجد. في حاجة يالا؟ لا يا بيه مفيش والله مفيش. انت ما تعرفيش تمشي من غير ما تشعبطي فيها كده؟ أيوة أصل فرحانة بيك قوي النهاردة. أيوة بس مش كده يعني. الله، أنت مش قلت لي إنك نفسك تمسك إيدي؟ أنا؟ أيوة عشان ده حلم حياتك وهيتحقق يوم ما تمسك إيدي. أنا فطين قلت لك كده؟ أيوه، يلا امسكها بقى. طب بصي بكرة ابقى اعملي اللي أنت عايزة تعمله. والشقة على سليمة ولا إيه يا شباب؟ والخرفان كمان بقت حبيبة. فطين بلاش دلوقتي عشان خاطري بلاش دلوقتي. يا حلو، أنت عايز تتدرب تاني ولا إيه؟ شديدات على لسانهم يا رب. انت فرحانه؟ ايوه اظن كل يوم بيعملوا فينا كده. ايه ده، هم كانوا كل يوم بيعملوا كده؟ ايوه. تعالي معانا يا انسة. عايز يا برشام؟ مالكش دعوه انت فطين، احنا مش جايين لك انت، احنا جايين ناخد الاستاذ شيكو. مدريد امر بكده. الحقني يا فطين، عايزين يخطفوني زي ما خطفوا عم انس. بقول لك يا برشام امشي دلوقتي وبلغ شيكو
ان دي مش حركات رجوله. مالكش دعوه انت فطين، خليك في حالك ولا زي كل مره. عارف لو ما مشيتش دلوقتي انا ممكن اعمل فيك ايه؟ انا الحرحه كاميه فطين بقى صيع ماسك مطوه. الله 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 الله، جرى ايه يا عم فطين؟ هي اول مره ولا ايه؟ احنا هنتطفى اهو، ما قاموا عليه مش على طول. كلمه ثانيه هخليك تاخد دماغ صاحبك تروح بيها. ما بتكلمش يا كاميه، خلاص يا فطين. كانت وجهه نظري في محلها يا فؤاد، كله بتوجيهات سيادتك يا فندم. لا ده بفضل مجهودك ومجهود حضرات الضباط، وعشان كده انا طلبت لكم مكافاه جهود غير عاديه. شاكرين جدا يا فندم، ان شاء الله دايما نكون عند حسن ظن حضرتك. وايه اخبار التحيات؟ تمام يا فندم، كلهم اعترفوا. والواد بتاع الموتوسيكل عرفت عنه حاجه؟ طلع سواب يا فندم وليه ملف عندنا، اسمه جنزير، هو دلوقتي في المستشفى مصاب، اول ما حالته تتحسن هبدا معاه تحقيق فوري. شد حيلك يا فؤاد، عايزين نخلص من الحكايه دي بسرعه يا ابني. اوعدك يا فندم بعد اذن سعادتك. اتفضل يا ابني. ايوه يا فندم، العملية تمت على أكمل وجه وبدون أي خسائر. تعالى. تعالى يا حبيب أبوك. جاي أهو أبو السيد يا كبير. تعالى رافع راس أبوك دايما في العلانة. بوت تعالى. جاي يا معلم. خد امسك دول حقك. حق ايه يا ابو سيد؟ ايه دول؟ 5000 جنيه نصيبك في العمليه. عمليه ايه؟ ما انا ما عملتش حاجه اصلا، وبعدين مش العمليه اتشمت اصلا. لا يا حلو، احنا متفقين ان حقك هتاخده في كل عمليه، سواء العمليه قامت او نامت. 5000 جنيه. بقول لك يا كبير، امال فين سميره هانم؟ تلاقيها في المركز بتاعها، لكن لازم يمشيها من البيت عشان نعرف نعمل عملية. امال انت ليه اتجوزتها اصلا يا بابا؟ قصدي يا كبير يا سيد حضرتك. ما انت عارف انا اتجوزتها ليه؟ عشان ليه مصلحة عندها. سميرة دي بكل الزهق اللي هي فيه اللي انت عارفه، نايمة على ملايين كتير قوي. ابوك بقى نفسه يلدع مليون واحد حتى. حاكم انا مش طماع. وده مش حرام؟ لا حرام. جرالك ايه يا ميشو؟ جرالك ايه؟ ابو السيد بنهزر معاك يا ابو السيد. انا قصدي يعني حرام الوقت اللي احنا عمالين نضيعه دون من غير ما نعمل عمليات كبيره. ابو السيد يا كبير. لا 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 ما تقلقش، انا عامل حساب كل حاجه. قبل كل عمليه لازم اطرقها من البيت. لو عصلجت بقى نبقى ننزل نعمل الخطط بتاعتنا في الشقه القديمه بتاعت امك بتوع الله يرحمها. ماما؟ بابا هو انت كنت بتحب ماما الله يرحمها؟ بحب ماما. انا عمري ما حبيت حد في حياتي زي ما حبيت امك. كانش في ست في الدنيا زيها. يا عين عليك يا تقى. يا عارف يا انا ميشو، انا ما كنتش اقدر ابص في وشها دقيقه على بعضها. وإيه؟ ولو أنا باصص في وشها ما أقدرش أكدب كدبة واحدة أبداً. كان عليها بصة عينين الله يرحمك يا تقى. بس عيبها بقى دي كان دماغها ناشف أوي أوي أوي، وكانت ماشياني بقى في السكة بتاعت المسل والأخلاق والقيم وال عارف؟ عارف أخوك فطين؟ كانت زيه بالظبط. ما الواد ده طالع شبه شيخة كده. يا بس ما كنتش اطمن ولا ارتاح الا وانا قاعد جنبها، لانها كانت مراتي واختي وامي كمان. كما قال سقراط: لم اطمئن قط الا وانا في حجر امي. انت بتقول ايه؟ اصل الواد فطين دايما يقول كده يا كبير يا سيد. يا عم افتكر لنا حاجه عدله بقى. وانت مش بتحب فطين يا سيد؟ بحبه، وفي حد في الدنيا ما بيحبش ابنه؟ بس كان نفسي ما يطلعش زي عمه، مثقف وعامل لي فيها ورعريف وفاهم كل حاجه، وهو مش فاهم حاجه ابدا، لا هو ولا عمه. لا فاهم، هو وعمي، قصدي عمه. كان نفسي يطلع زيك انت. واد مطقطق مصحصح
وفاهم الدنيا وقاريها صح الصح. جبنا في سيرة الحيلة، جات الحيلة. مبسوط؟ تعال حيلة نيلة. زك سيد شايف يا ميشو؟ سامع قلة الأدب؟ معلش يا بابا معلش، تلاقيه بس راجع من المدرسة زهقان ولا تعبان. زهقان على نفسه مش عليا. شوف يا اخويا البجاحة، شوف الواد باصص ازاي. معلش يا سيد معلش، ادخل انت دلوقتي يا فطين، ادخل انت بقى، مش عايزين نتعب بابا اكتر من كده. ايه ايه الحق، شوف شوف الغباوة. انت يا عم يا غبي داخل قريت ميشو بتعمل فيها ايه؟ معلش يا بابا معلش معلش، هو فطين كده هو دايما يعني كده هو. قطك اللي هناك دي ادخل قطك بقى وريحنا. ويدخل ما اسمعش صوته لا هو ولا الجراموفون بتاعه ده. حضرتك بس يا ابو السيد كده استريح. استريح؟ هو حد مريحني في الدنيا دي غيرك انت يا ميشو؟ معلش يا ابو السيد معلش، ما هو ابننا برضو يعني، احنا ندعي له ان ربنا يهديه. ربنا يهديه ويبقى زيك يا ميشو. ولن أيأس ولن أمل من محاولة تغيير أخي وتوأمي ميشو. وكما قال لاو تسي، تعامل مع الأمور قبل أن تحدث وعالج الأمور قبل أن تبدأ بالاضطراب. هذا ما أريد فعله مع أخي، ولكنه لا يعطيني الفرصة لذلك، فهو يرى عالمه الذي يعيش فيه هو العالم الأمثل للحياة، بالرغم من أن يقيني أنه يعلم أن عالمه هذا زائف لأنه من صنعه هو، ولا يستطيع أحد بمفرده أن يعيش في عالم وهمي. حاولت وفشلت، وسأحاول تغيير أخي الذي أعيش معه تحت سقف واحد ولا أعرفه. وكما قال كونفوشيوس، لا تتراجع عن الحق حتى ولو كنت تواجه أخيك. النهر زمآن لصغرك العذب من حاضر حاضر حاضر. طيب طيب حاضر. أشجال هانم أستاذ أنس تشوفي لا كويزين. اتفضلي اتفضلي. ميرسي. اتفضلي اتفضلي. معلش بقى، هو انت عارفة يعني ان انا عايش لوحدي اصلي، فطبعا يعني خدت اجازه بقى من الاستوديو ساعه بالظبط، يعني ساعه واحده بس، وقلت انظف بقى البيت واغسل المواعين واجهز العشاء عشان الصالون الثقافي. استاذ انس، هو انت لسه بتعمل الصالون كولتورال يوم في الاسبوع؟ وهفضل اعمله على طول، اصله اصبح جزء من هذا المكان، وبعدين فاطين بيتبسط قوي لما بيقعد مع اصدقائي ويتناقشوا. صحيح،
وهو عامل ايه؟ كويس قوي الحمد لله، وحصل على الجائزة الاولى من المجلس الاعلى للثقافة والاثار في بحثه عن ازيس. فيليسيتاسيون، الف الف مبروك. طبعا لازم ياخد جائزة، مش انت اللي مربي؟ الله يحفظك يا اشجان هانم. اخبار الصور بتاعتي ايه؟ صور الحفلة كمان جاهزين؟ جاهزين يا ست الكل، وانا كمان حطيتهم لك في البوم اهو. اتفضلي. الله سوبر، طول عمرك حساس وشيك يا استاذ انس، صور حلوة قوي. ها قولي بقى حسابهم كام؟ لا معقول انا اخد منك فلوس يا اشجان هانم؟ لا لا يا استاذ انس، لي بون كونت فون لي بون زامي، وبعدين ده شغل لازم تاخد فلوسك، لو ما خدتش فلوسك خلاص انا لا كمان مش. لا ارجوكي ما تكمليش يا اشجان هانم، اعتبريهم هديه. ايه مش عايزه تقبلي مني هديه كمان؟ مش كفايه الباس؟ مفيش حاجه في الدنيا تغلى عليكي. ميرسي. على فكرة يا أستاذ أنس، أنا احتمال أسافر لبنتي فرنسا الأسبوع ده، مش عايز حاجة من هناك؟ لازم تسافري. مالغري موا، تعرف يا أستاذ أنس الوحدة قاسية قد إيه؟ هقعد أعمل إيه؟ ولو تسافري إمتى؟ على آخر الأسبوع إن شاء الله. الاول هسافر لابني فهمي اسكندريه اقعد معاه يومين، وبعد كده ارجع اسافر على طول. تسافري بالسلامه ان شاء الله. ها ما قلتليش اجيب لك معايا ايه بقى المره الجايه، ولو حتى سوفينير. انا عايزك تيجي بالسلامه. ها يا ميشو. ايه يا كينج؟ ايه ده حضرتك بتكلمني انا؟ لا حلوه دي، هتشرب النهارده ولا زي كل يوم؟ اه لو عندك بقى حلبه بحليب يبقى كتر الف خيرك، لحسن الواحد النهارده حاسس بهبوط قوي. حلبه بحليب؟ شكلك مبسوط قوي النهارده يا ميشو. انا اروح اجيب لك البرتقال المخصوص بتاعك. ايه ده انت مش شايفني قاعد؟ انا هضرب بيره. كاك ضربه في نافوخك، بيره ايه اللي هتضربها يا بونبون؟ البيره حرام يا ابني، انت دلوقتي هتشرب بطان زي حالتي، اما تقوم تروح وانا خلاص عرفت الطريق، يعني ممكن اروح لوحدي. ولو مزاجك يعني عالي قوي عايز تعمل دماغ اضرب ليمون. ليمون؟ هو انا عندي برد؟ مالك يا ميشو في ايه؟ ميشو ايه؟ الجو وصل. الجو ايه اللي وصل؟ جيرل فريند ساره، انت نسيتها ولا ايه؟ الجيرل فريند بتاعت ساره اللي هو ميشو انا. خلاص روح بقى هات له جوافه زي ما انا قلت لك. اتفضلي. قال لك اهلا وسهلا حضرتك، الجو الفريند بتاعي في ميشو. اتفضلي حضرتك. حضرتك ايوه حضرتك، اتفضلي اتفضلي. ساره الجو فريند بتاع بونبوني اهو، وانا اهلا وسهلا. تحب تشربي ايه بقى؟ اوعي تقولي بيره زي المدعو ده. ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ فطير فطير ودعني من غير ما يسلم، وكفايه قلبي انا مسلم. هو مين ده؟ اشجان. ايه ده؟ وانت لسه ما قلتلهاش بتين الشعر؟ لا لا، انت تقعد بقى هنا تستريح وتستناني لما اجيلك. لا انا محتاج لك يا فطير، عايز افضفض. فضفض لوحدك والمناديل معاك اهي. بص بقى يا اشجان هانم، انا هقول لك على الخلاصه علشان الموضوع مش مستحمل. اتفضل يا فاطين، خير في ايه؟ عم انس بيحبك قوي، والكلام ده مش من دلوقتي، ده من زمان قوي، من وانتوا صغيرين.
بس علشان هو خجول زياده عن اللزوم وحبه ليكي من الحب القديم اللي خلص خلاص فما كانش قادر يقولك، ولما عرف انك مسافره خلاص قلبها لنا مناحه في البيت وخلص صندوقين مناديل. وبصراحه بقى مفيش مناديل، المحلات قفلت خلاص. اجيب له منين انا مناديل؟ فقدامك دلوقتي حل من اتنين يا اشجان هاني، يا اما تتجوزيه يا اما بقى تشوفي لنا علبتين مناديل كده من عندك تصبر بيهم. بارول دونور يا فاتين، انت فاجئتني. فاجئتك بايه يا اشجان هاني؟ ده انت واضح عليك انك كنت عارفه من زمان وحاسه بكل حاجه. قلت ايه يا عروسه؟